الثامنة من القناة الوطنية الأولى، أهلا بكم مشاهدينا الكرام وإليكم عناوين النشرة. محافظ البنك المركزي يعلن أن إسناد القسط الرابع من قرض صندوق النقد لتونس سيعيد الثقة للممولين الدوليين، والحكومة تمضي اتفاقيتي قرض مع البنك الدولي لتشجيع الاستثمار الخاص. مع تواصل النقص في الأدوية، منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو إلى التصدي لظاهرة التهريب، وزارة الإشراف تصرح بأن خلية الأزمة تعمل على فض الإشكال. انطلاق أيام التوجيه الجامعي لتقريب المعلومة المتعلقة بالاختصاصات والمؤسسات الجامعية من الطالب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعلن عن إجراءات جديدة. أهلا بكم. وقفت الندوة الصحفية المشتركة لمحافظ البنك المركزي التونسي ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس على المؤشرات المسجلة في خريطة الإصلاحات الاقتصادية المتفق بشأنها، والتي ما زالت تشهد بعض الإخلالات، إخلالات لم تحجب بداية تعافي المالية العمومية من خلال عودة النمو. بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف قسط جديد من قرضه الممدد بقيمة 249 مليون دولار فاصل واحد، أي ما يعادل 650 مليون دينار، ثمن مسؤولو هذه الهيئة المالية الانتعاش التي سجلها النمو في الثلاث الأول من السنة، لكنهم وقفوا على بعض التعثرات في الاقتصاد الكلي التي ما زالت قائمة. Aujourd'hui, l'ordre du jour, c'est de protéger la croissance avec une continuation des réformes et des politiques macroéconomiques. حماية هذا النمو هي اليوم الأولوية على جدول الأعمال، وذلك بالمضي قدما في الإصلاحات وسياسات الاقتصاد الكلي لتحقيق النمو المندمج. ثم لا بد من التخفيض من العجز التجاري والحد من الدين الخارجي، كذلك محاربة التضخم، وهي أولوية لحماية المقدرة الشرائية. كما يجب وضع سياسات اجتماعية لحماية الطبقات الهشة، ثم التقدم في إصلاحات قطاعية تريح أحداثات الشغل. Notamment les couches sociales faibles. Et troisièmement, il faut les réformes structurelles pour la création d'emplois. هذه الإصلاحات، يشدد محافظ البنك المركزي مروان العباسي على أنها إصلاحات ضرورية وضعتها الحكومة ولا تخضع لإملاءات الصندوق، وهي إصلاحات تمت بتنسيق عال بين مختلف هياكل الدولة وصندوق النقد الدولي الذي أشر بالإيجاب على بوادر الإصلاح. في فترة سابقة معناها كنا تعدينا في ظروف صعبة، المرة هذه تعدينا في ظروف أحسن برشا، وهذاك على خاطر صار تنسيق ما بين المؤسسات، ما بين البنك المركزي، ما بين وزارة المالية، وزارة التعاون الدولي، وزارة والوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى، وهذا أساسي على خاطر التناغم ما بين السياسات، السياسة النقدية والسياسة والمطلوب من عند صندوق النقد الدولي ما كانش بالسهل. وفي رد عن سؤال يتعلق بالخروج على الأسواق الدولية لتعبئة موارد مضمنة بقانون المالية للسنة الحالية، أكد محافظ البنك المركزي أن الوقت غير سانح لذلك. وقت اللي نلقاو الوقت المناسب، وقت اللي نلقاو السعر الفائدة المناسب نخرج للسوق العالمية. الوقت الحاضر ما عنديش في الفترة هذه بالذات، خدينا لافامي وخدينا البنك الدولي. ولله الحمد معناها نراو فما معناها قطاع السياحي واخواتنا اللي في الخارج معناها الاموال نتاعهم معناها قاعد يتحسن معناها، ولذا نرى في الفتره هذه ما فماش واجب اللي نخرجوا. وتعول تونس في تعبئة موارد الميزانية إلى جانب الالتجاء إلى الأسواق الدولية على عودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران لتحقيق النمو الكافي لمجابهة تقلبات الأسواق العالمية. وتم اليوم بقصر الحكومة بالقصبة إمضاء اتفاقيتي قرض بين الحكومة والبنك الدولي بهدف تشجيع الاستثمار الخاص وخلق فرص للشركات الصغرى، فضلا عن تحسين البلديات وتطوير بنيتها الأساسية. بعد الاتفاق بين الحكومة والبنك الدولي في شهر جوان الفارط على منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار، يلتقي رئيس الحكومة يوسف الشاهد بوفد من البنك الدولي، لقاء توج بتوقيع اتفاقية بين الطرفين. قرض سيخصص لدعم الإصلاحات الرئيسية في تونس بغية دفع نسق الاستثمار وخلق فرص التشغيل من قبل القطاع الخاص وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. حطينا 500 مليون دولار توا يعني كدعم للإصلاحات هذه، يوري اللي مش كلام واحد، يعني ثم زاد دعم يعني مالي هام، اوكي، لكن هذا دعم مالي هام
مبني على تفاعل إيجابي بين الدولة وبين البنك. استراتيجية البنك الدولي ترتكز على ثلاثة محاور، وهي أولا تحقيق التنمية المندمجة، وثانيا التقليص من التفاوت بين الجهات، أي تقليص الفرق بين الجهات المهمشة والمدن الكبرى مثل تونس العاصمة، وثالثا تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. كما تم منح تونس قرضا ثانيا بقيمة 130 مليون دولار كمساندة وتمويل إضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية، تمويل إضافي بغاية تحسين البلديات وتطوير بنيتها الأساسية وتعصير خدماتها تماشيا مع ترسيخ مبدأ اللامركزية في اتخاذ القرارات. تونس يعني تؤكد مرة أخرى بأنها على مستوى المصداقية متاحة ما زالت تحظى بمصداقية كبيرة، واليوم هناك تقدم أيضا على مستوى دعم الاستثمارات العمومية اللي بتغير حياة المواطن خاصة في الجهات الداخلية عن طريق دعم البلديات. وبهذا التمويل تمكنت تونس من تعبئة الميزانية بألف مليون دولار، أي ما يعادل تقريبا 2500 مليون دينار عن طريق تمويلات الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في حين ما زال جزء من التمويلات خاضع لمصادقة مجلس نواب الشعب. وقد نظر النواب في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين تونس والبنك الأفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي تونس الرقمية 2020 الذي تم إرجاء النظر فيه إلى جلسة لاحقة، فيما تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة. بعد أن تم تعديل عدد من الفصول التي ظلت محل خلاف بين النواب لأشهر عديدة والمصادقة على أغلبها، حظيت الجلسة العامة لهذا اليوم بتمرير مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، ما يمكن من تركيز السلطة المضادة واستكمال إلساء الهيئات الدستورية المستقلة، وذلك وفق جهة المبادرة الممثلة في وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. التصويت على القانون هذا سيمكن الدولة التونسية من إنشاء السلطة المضادة للهيئات الدستورية اللي خلال جزء من صلاحية السلطة التنفيذية واللي تضمن حياديتها وتضمن كذلك استمرار المسار الديمقراطي في البلاد. وقد شهدت الجلسة العامة جدلا واسعا خلال النقاش العام حول مشروع القانون الذي يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي تونس الرقمية 2020، وانتهى النقاش بالتصويت بإلجاء النظر في مشروع القانون إلى موعد لاحق. أنا نرى أنه مزيد طلب مزيد التعمق هي حاجة إيجابية، وستكون لدينا فرصة باش نزيدوا نحكيوا مع السيدات والساده النواب باش نزيدوا نفسروا لهم معناتها القانون هذا واهميته وحيويته للبلاد، لانه هذه مساله حيويه. اليوم ما عادش عندنا خيار في ان نبقاو دون رقمنه. هو مشروع اتفاق قرض تبلغ قيمته 200 مليون دينار، أي ما يعادل 73 مليون أورو تقريبا. هدفه الأساسي رقمنة كافة المنظومات الإدارية في البلاد وتحفيز الاستثمارات في المؤسسات الناشئة. في القطاع الصحي، نقص واضح بمختلف أصناف أدوية مرض السكري وأدوية أمراض القلب والشرايين بعدد كبير من ولايات الجمهورية. تلك هي أبرز نتائج الاستبيان الذي قامت به منظمة الدفاع عن المستهلك للفترة الممتدة بين شهري ماي وجوان لهذه السنة، وقد تم عرض هذه النتائج خلال ندوة صحفية عقدتها المنظمة. 28% نسبة النقص في أدوية أمراض السكري بمختلف أصنافها بولاية بنزرت، و 38% نقص في أدوية القلب والجلطة بولاية تونس، لتبلغ نسبة نقص أدوية الأمراض التناسلية 46% في ولاية زغوان، إضافة إلى تسجيل نقص كبير في أدوية المضادات الحيوية وأدوية منع الحمل. تلك هي أبرز نتائج الاستبيان الذي قامت به منظمة الدفاع عن المستهلك للفترة الممتدة بين شهري ماي وجوان
لهذه السنة وتم تقديمها اليوم في ندوة صحفية. وقفنا على نقص كبير وفادح في العديد من الأدوية، الأدوية للأمراض الثقيلة والمزمنة، أدوية الأمراض الخطيرة والسرطانية عافاكم الله، الأدوية هذه تبين أنها ناقصة كما في الصيدليات الخاصة، في المستشفيات العمومية ومراكز الصحة الأساسية ماهيش موجودة دواء، حتى في مصحات الضمان الاجتماعي وأنت عندك الموافقة نتاع الكنام تمشي باش تهز الدواء نتاعك ومتنقل من ولاية لولاية تجي للمساحة الضمان الاجتماعي بولي كلينيك دو لا سي ان اس اس ما تلقاش الدواء. الندوة حضرها ممثل وزارة الصحة وصناديق الضمان الاجتماعي والمتدخلون في منظومة صناعة الأدوية بتونس، وأكدوا خلال مداخلاتهم توفر بعض الأدوية بعد تسجيل نقص واضح خلال الفترة المنقضية، وذلك بعد تفعيل جملة من الإجراءات لفائدة الصيدلية المركزية. وتفعيل الإجراءات هذه أعطى نتائج إيجابية. أنا نجم نأكد لك اللي احنا في مساحة العمران نحكي على المستوى، وأنه اليوم وكما قلت له خيانس بكري، وأنه عندنا أكثر من 80% من الأدوية متوفرة، يعني مقارنة بثلاثة ولا أربع أسابيع التالي يعني فما تحسن كبير. قعدلنا مع على مستوى يمكن أمراض السكري فما بعض نقص طفيف. احنا نراو كمصنعين اللي أغلب الأدوية اللي ناقصة هي الأدوية الموردة. احنا بالنسبة لنا كمصنعين ما ثماش حاجة جديدة طارئة على الـ على الـ على قطاع التصنيع. إذا حتى نجم نقولوا لثم بعض الأدوية المصنعة محليا ناقصة ممكن جاية يا إما من ضغط على خاطر بعض الأدوية المستوردة معوش موجودة، وإلا حاجة عادية أنه يكون مواد خام ناقصة ولا ثم اضطراب في عند المزودين تاع المواد الخام. وقد دعت منظمة الدفاع عن المستهلك المتدخلين في منظومة صناعة الأدوية ووزارة الصحة والهياكل المعنية بالمنظومة العلاجية إلى ضرورة التصدي أكثر إلى ظاهرة تهريب الأدوية ومزيد الإيفاء بتعهداتهم للموردين، خاصة وأن هناك بعض المصابين بالأمراض الخطيرة لا يتحملون تأخير الحصول على أدويتهم. وفي صيدليات مصحات صندوق الضمان الاجتماعي والمستشفيات العمومية وحتى في الصيدليات الخاصة يجد المرضى صعوبات في الحصول على بعض الأنواع من الأدوية. وحديث في الآونة الأخيرة عن أزمة مالية خانقة تعرفها الصيدلية المركزية. تكلمنا بلا فايدة. بهذه العبارات اختزلت موقف الانتظار في واحدة من صيدليات المستشفيات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انتظار يعني لها ولآخرين مشقة في الحصول على بعض الأدوية. أي كل مرة شنية تلقى نقص، مثلا نقص في الشيميو على مرات ماهوش موجود، تلقى مثلا ثلاثة أربع أنواع، تلقى مثلا نوع ما ثماش، تقف أنت على النوع اللي ما ثماش. نتاع حشاك الرج باش يرجع حربش شحم في الدم وحربش المعده ما ثماش جمله ولا سبيجيك ديما ما ثماش. لا مش كامله المعده ما لقيتوش، مرات نلقاها كامل مرات نلقاها لا. عدم توفر بعض الأدوية في الصيدليات التابعة لمستشفيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو المستشفيات العمومية صار للكثيرين مشكلة تؤرقهم، خاصة مع ضيق ذات اليد. ديما عندي المدام ديما ترقد هنا وتعدي هنا، ديما زوج عثمان هو كل شيء يدلها وكل شيء وراق معناها تثبت. ديما وين تجي يقول لك الدواء برا خرجوا من الصيدلية ويشريه لبرا. ولينا نحن ساعات تلقى ظروف ما تحتوش دويات. انا عندي وليدي معناها بالفشفاشه، حتى الفشفاشه ناخذها بالفلوس، بعد ما نعدي معناها باش نمشي للفارماسي نتاع السبيطار يقول لك لا ماهوش موجود. راجلي زاد مريض معناها دويات الكل بالفلوس، بالرغم عاطينك الكرني الابيض هذاك ما تخلصي شيء، اما الدواء بالفلوس. النقص ذاته يسجل في الصيدليات الخاصة، أصحابها تحدثوا عن صعوبات في التزود حتى بالمضادات الحيوية المصنعة في تونس وكذلك على أدوية أساسية مستعملة في قاعات العمليات. فما برشا أدوية حيوية وناقصة تمسكوا سوا السيرتول نتاع لي مالادي كرونيك اللي نعبر عليهم احنا بالأمراض المزمنة، برشا أدوية أنتي دولور فهمشي اللي يتعديوا في العرق بوست اوبيراتوار، وهذا ناتج عن نقص الدواء من طرف الصيدليه المركزيه التونسيه. النقص هذاك ما نجموش نعرفوا علاش منين جاي، معناها اسكو معناها نقص من الميزانيه نتاعها، نقص من الخلاص نتاعها، الله اعلم. لكن ثم برشا نقص يقدر ابري في صيد 40% من الادويه.
النقص رجع إذن إلى احتداد المشاكل المالية للصيدليات المركزية المتصرفة الوحيدة في سوق الدواء، حتى تراكم ديونها لدى المخابر الدولية وعجزت عن استخلاص ديونها لدى المستشفيات العمومية والصناديق الاجتماعية. ويؤمل أن تتحسن عملية تزويدها للسوق بعض الشيء بفعل الإجراءات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزاري المضيق في 11 من جوان الماضي. كل الأدوية معناها الجنيسة إذا كان فما فقدان ولا نقص معناها نحاولوا باش نوفروا اللي يعوض الشيء هذا، وقاعدين معناها ننصحوا بانه يقع معناها تقليل من استعمال الادويه معناها الاصليه لي برانسيبس. الادويه الحياتيه هذه عاملينه احنا خط احمر وقاعدين نشتغلوا عليه، نخدموا معناها بكثافة. فما خلية أزمة على مستوى الإدارة العامة للصحة في الوزارة وقاعدين نتعاونوا مع الأطراف الكل. في مقاربتها تذهب وزارة الصحة إلى دعوة الجميع إلى اقتناء حاجته من الأدوية دون زيادة في مسعى إلى ما قدمته توازن السوق. في التعليم العالي، أيام التوجيه الجامعي الوطنية بادرة أولى من نوعها أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم بالتعاون مع مدينة العلوم ولمدة 3 أيام لتقريب المعلومة المتعلقة بالاختصاصات والمؤسسات الجامعية من ناجحي البكالوريا 18 و2000. معرض تؤثثه تمثيليات الجامعات التونسية بين عمومية وخاصة، ومحاضرات يقدمها جامعيون في اختصاصات عديدة، ومرشدون بيداغوجيون يستقبلون الطلبة الجدد وأولياءهم، وقصص نجاح طلبة تونسيين متفوقين، والكل على ذمة ناجحي البكالوريا بمدينة العلوم 11 و12 و13 من جويليا الجاري في أيام وطنية أولى خاصة بالتوجيه الجامعي تقرب المعلومة من تلاميذ أمس طلبة الغد. التوجيه الجامعي الجديد صنع عنا نقطتين أساسيين لازم نحكيو عليهم، اللي هي عملية التمييز الإيجابي، تخصيص أماكن زيادة عن طاقة استيعاب المعلنة في الدليل. إذا كان شعبة فيها 100 بقعة في الدليل، الطلبة الكل يتنافسوا على 100 بقعة هذيك، ونزيدوا 8 بقايع للأبناء المناطق الداخلية اللي طلبوا الشعبة هذيك وما خذوهاش. النقطة الثانية اللي هي أصحاب المواهب. احنا مش نوجهوه للشعبة هذيك، نبعثوه للمؤسسة تعمل له الاختبار للدخول للمؤسسة. نصحناهم أنه يفهم الساعة شنو ما القراية، شنو اللي مطلوب منهم، القراية هذه فين توصل من بعد في الحياة، فين توصل في الخدمة، ويختاروا الحاجات اللي تتشبه لهم، الحاجات اللي يحبوهم هما. وبين حائر ومتفائل، توافد ناجحو البكالوريا على فضاءات أيام التوجيه الجامعي الوطنية، يرجونهم وأولياؤهم أن يحظوا بفرص اطلاع هامة على إتاحات الجامعات التونسية إن تدريسا أو تشغيلا. منها واحد واهق ما يعرفش كيفاش يستنى فيه، ومنها زادة فرحان باللي يستنى فيه في القدام. جيت باش نشوف معناها الاقتراحات الموجودين والاختيارات، باش واحد يشوف مستقبله ويعرف شنو اللي يخدم الشوا في حياته. جيت لهوني باش نعرف لي زونيفرسيتي اللي موجودين في تونس، كيكو شوا بريفي ولا ايتاتيك، وحبيت جوست معناتها ناخذ فكره شنو من بعد باش نجم نمشي. جيو العباد اللي كيفي انا ما عندهم حتى فكره معناها بعد الباك، ولا عندهم فكره ما مش متاكدين منها، ومعناها باش يزيدوا ياثروهم، باش يزيدوا يعطيهم الايديا صحيحه معناها. الحقيقه فما شوا، الحقيقه وقت لينا عديت الباك سيتي ما فماش حاجه كيما هكايا، معناها فهمت كتاب توجيه وتوجهنا على رواحنا. ايام التوجيه الجامعي الوطنية تواكبها الايام الجهوية الخاصة بالتوجيه في فضاءات الجامعات، استعدادا لسنة جامعية جديدة تحمل الكثير في جرابها. وعلى هامش أيام التوجيه الجامعي الوطنية، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوص أن السنة الجامعية 18 و2019 و2000 ستشهد العمل بإجراءات وخيارات جديدة. كل شعب اللي اليوم ما تأديش الواجب حالي أما حذفها نهائيا أو تغييرها جذريا في طريقة التدريس نتاعها وفي معناها الماتيري الموجودين فيها، اللي يبداوا في السنة الأولى يكملوا سنة ثانية سنة ثالثة ويتخرجوا، أما احنا ما عادش ندخلوا في السنة الأولى. إعادة التكوين المستمر في الجامعة باش نخلقوا في كل المؤسسات الجامعية دي سيلول دو ميدياسيون، هذه حلقات وساطة باش يكون بالشراكة مع المجتمع المدني بإخصائيين في الميدان، مركز في كل جامعة ومركز أيضا في الوزارة. وقت اللي الجامعة تكون معنية الوساطة تصير في الوزارة، وقت اللي الإشكال يكون في مؤسسة جامعية الوساطة تصير في الجامعة.
في موضوع آخر الآن، شهد فرع الشركة التونسية للبنك الكائن بأحد المراكز التجارية بمنطقة المنار 2 عملية اقتحام من قبل شخص، وذلك وسط حالة من الفزع انتابت حرفاء البنك وأعوانه. أكد شهود عيان أن الفاعل قام بإطلاق عيار ناري أثناء فراره، وأن حالات إغماء انتابت بعض من شهدوا عملية السطو. قد حل بمكان الحادثة أعوان من الشرطة الفنية إلى جانب الحماية المدنية. ويذكر أن الفرع البنكي الذي تمت فيه حادثة السطو محاذي لمركز الأمن الموجود بمنطقة المنار 2. جاء في مقارب لول غير 4 على حسب معلومات اللي خذيتها من الموظفين، وتخلى عليهم لهنا، أمرهم باش الكل يلتحقوا بالكون هذا، فهمت الكل لما الكل، وقال لهم تحرك نضرب واحد، أعطوني الفلوس، ما طلب كل الفلوس. خل الكاسة والمبلغ الموجود هزوا وكهو قرب 60,000 دينار في دوفر. بهدف الارتقاء بالعملية الاتصالية للناطقين الرسميين باسم المحاكم، نظمت وزارة العدل بالتعاون مع اللجنة الأوروبية لنجاعة العدالة التابعة لمجلس أوروبا ندوة دراسية موضوعها العدالة ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. ندوة ترمي إلى إضفاء مزيد من النجاعة على عمل الناطقين باسم المحاكم والتفكير في إيجاد إطار قانوني لهذه العملية الاتصالية. صعوبات عدة لحق النفاذ إلى المعلومات القضائية، منها القانونية والعملية المرتبطة بطبيعة البحث في الجريمة، تم رصدها رغم مرور سنتين على صدور قانون حق النفاذ إلى المعلومة. ثم صعوبات ذات جانب قانوني تعرض لها مرسوم الصحافة لسنة 2011 في الفصول 60 وما بعده، واعتبر أنه يحجر التداول الإعلامي في القضايا المتعلقة بالقصر أو في القضايا ذات الصبغة العائلية، وكذلك القضايا المنشورة أمام حاكم التحقيق وكل الجرائم الأخلاقية التي تستهدف القصر. للحرص على سلامة الأبحاث في بعض الجرائم الخطيرة تجعل نفاذ المعلومة في بعض الأحيان غير ممكن إلى حين إنجاح العملية وإلى حين إتمام الأبحاث في تلك القضية. إشكالية تم عرضها خلال ندوة علمية تناولت بالدرس آلية الناطقين الرسميين باسم المحاكم التي انطلق العمل بها في نوفمبر 13 و2000، مناسبة تم خلالها طرح مدى نجاعة هذه التجربة في إبلاغ المعلومة القضائية. لدينا الآن 40 ناطق رسمي موزعين على 15 محكمة استئناف و28 محكمة ابتدائية. هذه الآلية يسرت لنا معناها سبل التعامل مع وسائل الإعلام ومع الصحفيين، وتجاوزنا بها بعض الصعوبات اللي كنا نسبيا نجدها. تجربة حديثة لكن ما عندهاش معناها إطار قانوني، يمكن تقديم مقترحات في إطار إيجاد معناها نظام يؤطر لهذه الخطة. ثم متعاونين مع الصحافة وخاصة معناها على مستوى مركزي. الزملاء الصحفيين في الجهات يشتكون معناها من ندرة المعلومة أو قلتها في قضايا ربما معناها تمس الجهة أكثر. وكيل جمهورية ببلجيكا وخلال عرضه لتجربة بلده أكد على أهمية أن يكون الصحفي المعني مختصا في الشأن القضائي مع إرساء سياسة اتصالية خاصة بالمحاكم. من الضروري تنظيم دورات تكوينية في مجال الاتصال لفائدة الناطقين باسم المحاكم، وكذلك إرساء قواعد أساسية موحدة لكافة القضاة في هذا المجال. الندوة نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع اللجنة الأوروبية لنجاعة العدالة التابعة لمجلس أوروبا. تم صباح اليوم إمضاء اتفاقية تعاون بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية ومؤسسة رامبورغ تونس، منظومة من معلومات جغرافية من شأنها دعم الصناعات التقليدية التونسية. أنامل تطرز تراث الوطن وتحفظه بين ثنايا جبات أو تفاصيل زربيات أو نقش نحاس أو غيرها من المنتوجات التقليدية التونسية التي تحاكي موروث سنوات وسنوات. صناعات تقليدية ما زالت تبحث عن مكانتها التي قد تصل لها مع إمضاء اتفاقية تعاون بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية ومؤسسة رامبورغ تونس. مش تعطينا دفعة كبيرة لقطاع الصناعة التقليدية بما أنها مش تسمح بأن نتعرفوا على كل محتويات الصناعة التقليدية ومخزون الصناعة التقليدية الموجود في الجهات، مش نتعرفوا على كل يعني الـ 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 القوى اللي عندنا في الجهات وكذلك على نقاط الضعف الموجودة في الجهات. ساعدنا احنا كدولة أن نجمو ناخذوا ونبنيوا الاستراتيجية متاعنا على قواعد صحيحة وعلى معطيات دقيقة، كذلك مش ساهم أنها بالنسبة للقطاع الخاص أنه يستثمر.
استثمار في الصناعات التقليدية ستمنحه هذه الاتفاقية التي تحتوي على عدة مراحل. المرحلة الأولى إن شاء الله تنتهي في ظرف سنة، وهي مش تكون معناها المرحلة اللي مش تعطينا يعني التشخيص الصناعة التقليدية في كل الجهات، ثم فما مرحلة ثانية اللي فيها عدة مشاريع أخرى. المرحلة تدوم تقريبا عام ونص، يعني تقريبا مشروع كامل يدوم في حدود الثلاثة سنوات. الصناعات التقليدية للفونداسيون رامبو هم أمل كبير للاقتصادية التونسية وان بوتنسيال تري تري كبير باش نعاونوا لي زارتيزون في تونس. خارطة رقمية تثمن المخزون الحرفي بالجهات وتوثقه، من شأنها مزيد التعريف بالصناعات التقليدية التونسية في السوق الأوروبية والآسيوية والعربية، بعد أن بلغ حجم الصادرات فيها في 2017 60 مليون دينار. دولياً الآن، أعلن قادة الحلف الأطلسي خلال القمة التزامهم الثابت بأهداف الإنفاق الدفاعي المتفق عليها، وذلك خلال اليوم الأول لقمة تنعقد على مدى يومين في العاصمة البلجيكية بروكسل وسط أجواء من التوتر والانتقادات. وبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاركته في القمة بهجوم على حلفائه وعلى رأسهم ألمانيا. في قمة جديدة لحلف شمال الأطلسي والتي انطلقت في العاصمة البلجيكية بروكسل وسط أجواء من التوتر وعلى وقع تجاذبات عديدة، عبر أعضاء الناتو عن القلق من الأنشطة التي وصفوها بالمزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا عن قلقهم من الاختبارات الصاروخية التي تجريها طهران ومن مداها ودقتها. وأعلن قادة الحلف خلال القمة التزامهم الثابت بأهداف الإنفاق الدفاعي المتفق عليها. أعضاء الناتو عبروا أيضا عن التزامهم بتحسين توازن المشاركة في نفقات ومسؤوليات عضويته، وذلك في إشارة واضحة لانتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الشركاء في الحلف ينفقون القليل جدا على الدفاع. وكان الرئيس الأمريكي سبق القمة بالمطالبة مجددا أعضاء الحلف بزيادة مساهماتهم فيما يتعلق بالإنفاق العسكري، مشيرا إلى أن بعض الدول لا تفي بالتزاماتها في هذا الشأن. وأشار الرئيس الأمريكي إلى ما كانت عهد به الدول الأعضاء في الحلف بتخصيص 2% من إجمالي ناتجها المحلي للنفقة الدفاعية بحلول عام 2024، وبلغت 4 دول هذا السقف، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا واليونان وإستونيا، في حين ستصله 4 دول مع نهاية العام بحسب ما أعلنه أمس الأمين العام لحلف الناتو. مد خط أنبي بغاز روسي جديد إلى ألمانيا كانت أيضا أحد سهام الاتهامات الأمريكية التي وجهت صوب ألمانيا، وذلك في تصريح ترامب بأن واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي تعد مصدر قلق أمني. وقال الرئيس الأمريكي خلال محادثته مع الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ إنه من السيء للغاية لحلف الناتو أن تكون ألمانيا خاضعة بالكامل للسيطرة الروسية. وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قال في وقت سابق إن قوة الحلف تكمن في اتحاده وسيواصل زيادة إنفاقه الدفاعي، وإن الحلفاء اتفقوا جميعا على المشاركة في تحمل العبء. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الحكومة السورية وسعت اليوم نطاق هجومها لاستعادة الجنوب الغربي ليشمل جيبا يسيطر عليه مقاتلون على صلة بتنظيم داعش الإرهابي، فيما قصفت طائرات حربية روسية المنطقة لتستهدف ولأول مرة منطقة حوض اليرموك التي تقع على الحدود مع الأردن وهضبة الجولان المحتلة. وفي سياق متصل، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أسقط اليوم طائرة بدون طيار اخترقت مجالها الجوي قرب هضبة الجولان المحتلة. في اليمن، أعلن مسؤول حكومي عن احتمال استئناف محادثة السلام بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي برعاية أممية بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ 4 أعوام والتي أودت بحياة أكثر من 10,000 شخص وجعلت الملايين في اليمن يواجهون خطر الأوبئة والمجاعة. قالت وسائل إعلام سعودية رسمية إن الدفاعات الجوية السعودية تصدت لصاروخ أطلقته جماعة الحوثي اليمنية باتجاه منطقة جازان في جنوب غرب المملكة. يأتي ذلك فيما أعلن مسؤول يمني عن لقاء مرتقب بين مفوضي الحكومة اليمنية ونائب المبعوث الأممي إلى اليمن منتصف الشهر الحالي في العاصمة السعودية الرياض، في إشارة إلى احتمال استئناف محادثة السلام بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران برعاية الأمم المتحدة.
وكان مبعوث المنظمة الدولية إلى اليمن مارتن جريفيث وصل أمس إلى عدن للمرة الثانية في أقل من شهر للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي أعلن تشكيل لجنة برئاسة رئيس وزرائه لبحث مقترحات جريفيث لاستئناف المفاوضات السياسية لإنهاء الصراع في اليمن. ويسعى المبعوث الأممي إلى اليمن إلى إجراء محادثات مع حكومة هادي في عدن قبل الانتقال إلى صنعاء لإجراء محادثات مماثلة مع الحوثيين قبل بدء مفاوضات مباشرة محتملة مع الطرفين. وتهدف جهود جريفيث الدبلوماسية في اليمن إلى وقف إطلاق النار في الحديدة وإشراف أممي عليها وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين لدى جميع الأطراف قبل بحث حل سياسي شامل بهدف إنهاء الحرب التي بدأت عام 2014 وتصاعدت مع تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في أوائل عام 2015. ويتركز القتال في اليمن حاليا في مدينة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر التي تمر عبر مينائها المساعدات والمواد التجارية إلى البلد الذي كان حتى عام 2015 أحد أفقر البلدان في العالم العربي. وعلى مدى العامين الماضيين خلف الصراع أكثر من 10,000 قتيل مدني، بينهم نحو 2,200 طفل ومليوني نازح داخليا. ويواجه الملايين أيضا خطر انتشار الأوبئة والمجاعة في اليمن في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا. في أخبار رياضة، تدور في هذه اللحظات مباراة نصف النهائي الثانية من مونديال روسيا إذ تلاقي إنجلترا المنتخب الكرواتي بالعاصمة موسكو، والنتيجة إلى حد الآن تشير إلى التعادل بهدف لهدف. وكان المنتخب الفرنسي أول الواصلين لنهائي كأس العالم الذي سيجري الأحد القادم بعد فوزه أمس في نصف النهائي على المنتخب البلجيكي بهدف دون مقابل. وسجل المدافع سامويل أومتيتي بالهدف الوحيد لمنتخب بلاده في اللقاء لتعبر فرنسا إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة في تاريخها بعد عامي 98 و 1900 عندما أحرزت لقبها العالمي الوحيد، وعام 2006 لما انهزمت أمام إيطاليا بالركلات الترجيحية. بعد مرور 10 أيام عن فتح سوق الانتقالات الصيفية، بدأت الأندية الأوروبية في إبرام الصفقات الكبرى إذ جلبت 3 تعاقدات الأنظار إلى حد الآن، وهي صفقات انتقال الحارس بوفون وكريستيانو رونالدو والجزائري رياض محرز. لما صفقت جماهير اليوفي لكريستيانو رونالدو لدى تسجيله للهدف الرائع في مرمى بوفون، لم تكن تدري حينها أن الدون البرتغالي سيصبح لاعبا للسيدة العجوز بعدها ب3 أشهر. انتداب أفضل لاعب في العالم 5 مرات كلف خزينة بطل إيطاليا 105 ملايين يورو في صفقة هي الأعلى في تاريخ النادي الذي يأمل إلى أن يقوده رونالدو إلى فك عقدة رابطة الأبطال وإحراز لقبها بعد غياب لسنوات طويلة مثل ما فعل ذلك مع ريال مدريد. صاروخ ماديرا اختار الرحيل عن الفريق الملكي بعد أن سجل اسمه ضمن أفضل من ارتدوا القميص الأبيض، وذلك بمساهمته في تتويجات تاريخية للميرينجي وأبرزها الفوز بأمجد الكؤوس الأوروبية 4 مرات منها 3 متتاليات. يوفنتوس يمثل إلى حد الآن أكثر الفرق إثارة للجدل في الميركاتو الصيفي، فإلى جانب انتداب النجم البرتغالي ودع النادي أسطورة حراسة المرمى جالويجي بوفون الذي انتقل للدفاع عن ألوان باريس سان جيرمان في سن 40، خطوة لم تكن متوقعة إذ كانت الجماهير الرياضية تنتظر إعلان بوفون لاعتزاله وإنهائه لمسيرته الكروية مع البيانكونيري، لكنه فضل الذهاب لنادي العاصمة الفرنسية في سعي إلى تحقيق اللقب الذي ينقص خزائنه وهو لقب رابطة الأبطال، لقب قد يتحقق في ظل وجود نجوم كنيمار ومبابي ورغبة إدارة البي اس جي الملاحة في الوصول إلى هذا الهدف، شأنها شأن إدارة مانشستر سيتي الإنجليزية التي تسعى إلى تطعيم تشكيلة غوارديولا بعناصر قادرة على أن تساهم في جعل أزرق مانشستر بطلا لأوروبا. السيتيزنز وجدوا ظلتهم في النجم الجزائري رياض محرز الذي أصبح أغلى لاعب عربي بتوقيعه على عقد انضمامه لبطل الدوري الإنجليزي قادما من ليستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه استرليني، وهي محطة أخرى للدولي الجزائري ستدفعه للمراهنة على تقديم الإضافة لفريقه الجديد ومطاردة حلم معانقة المجد الأوروبي. ختم النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بالعناوين.
محافظ البنك المركزي يعلن أن إسناد القسط الرابع من قرض صندوق النقد لتونس سيعيد الثقة للممولين الدوليين، والحكومة تمضي اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتشجيع الاستثمار الخاص. مع توصل النقص في الأدوية، منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو إلى التصدي لظاهرة التهريب، ووزارة الإشراف تصرح بأن خلية الأزمة تعمل على فض الإشكال. انطلاق أيام التوجيه الجامعي لتقريب المعلومة المتعلقة بالاختصاصات والمؤسسات الجامعية من الطالب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي يعلن عن إجراءات جديدة. وبإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.